السلام عليكم. أنا درست في ماليزيا، والله كان اختياري ماليزيا على أساس أنها دولة مسلمة محافظة، لكن ما وجدت هناك محافظين، ما أنا لا أقلل، لكن نسبة التعارف عندهم، طريقة العلاقات عندهم نفس الغرب، لا تختلف شيء عن الغرب. الصحبة قبل الزواج عندهم، يعني شيء طبيعي لازم الواحد صاحب قبل الزواج، فسبحان الله يعني. لكن المشكلة وين؟ في عندنا عرب بيبعثوا بناتهم إلى الخارج للدراسة، سبحان الله، الواحد بيبعث شرفه عرضه بيبعثوا برا مشان يتخلص منه. كل البنات، خلينا أجزم 90-99% من البنات اللي أنا عرفتهم العربيات، كلهن كان لهن صاحب عربي وصاحب غير عربي، وكله انزن فيهن، لأنه أصبحت أمتنا فيها خنازير كثيرة، فيها ديوثين كثيرة لا تخشى على عرضه، وكأنه الواحد جاب أولاده عن طريق غير شرعي، عن طريق الزنا. فيا أحبة، لا تخرجوا بناتكم خص نص إلى الخارج للدراسة بدون محرم. في ناس راي علقني في الكومنتات، ليس الجميع. كيف ليس الجميع؟ أنت تخالف قواعد الإسلامية، لا تخرج المرأة إلا بمحرم. فيا أحب، حافظوا على عرضكم. البنت تدرس في بلدة أهلها، عند أهلها، لا تخرج للخارج. وجزاكم الله خير.